ابن عبد الله من وين؟ من الخليج. يعني من أي دولة؟ من دولة بلادها يعني. يعني خوف ولا شنو؟ لا بس أريد أستفسر كذا على راحتي، أخذ راحتي في الكلام. تريد طيب، ما هو أخ عبد الله أيوه البرنامج فقط الدفاع عن روايات عائشة، أنا ما أريد يعني وأنا جاي أدافع وأنا جاي أدافع مثل طيب بحوار فيه احترام وتقدير ولا ود يعني ما في شيء إن شاء الله طيب بغاية. ما هو دفاعك عن ما هو دفاعك عن رواية نعم ما هو دفاعك عن رواية عائشة مع الأسود بن يزيد النخعي؟ تفضل شيخ أمير. بالنسبة لي أن الروايات ثابتة، أن الله أنت نقول لك اتحرتنا في هذه مش مشكلة، لكن ربما التأويل مالك قد يكون نوعا ما فيه ربما أنت للنفسية والتعاطف مع أهل البيت وكذا، ربما أنت فسرتها نوعا ما في يعني أقول لك يعني مبالغة، أقول لك كذا ربما. فابدأ بأي رواية إن شاء الله نبدأ. أنا ما أنا أعتذر من جنابك، أنا ما فهمت شنو قلت، أنا ما فهمت بصراحة. أعيد لك الكلام، أنا قلت ربما أنت أنت بالنسبة للروايات ثابتة، أنا مش مثل الأخوة الثانيين أنكر أقول لك مثلا كذب الرواية مش موجودة، كل اللي تقوله في خط الروايات وأنها موجودة أنا معك. طيب المشكلة في إيش؟ ربما تأويلك للروايات بحكم محبة كلنا نحب أهل البيت، لكن ربما يعني بالغت أو تعاطفا مع اللي حصل للحسين وما حصل لآل، هذا ما حد ينكره. طيب جيد، راح نشوف. تعرضوا لظلم وتعرضوا لهذا، ولكن يا الغالي يمكن ربما أنت بالغت قليلا يعني كذا في مبالغة يعني في تفسير الروايات. مو مشكلة، بحكم النفسية راح نشوف. أيوه. راح نشوف، راح تفسر. أيوه. راح تفسر أنت الرواية. تمام. وراح نشوف. جيد. تمام. اكتب معي في الجوجل. لا انا رجل نزل بعيش عارفه. لا لا اصبح يقتل ذو. تريد تشرح هاي الروايه؟ تريد هذه انت؟ انا قلت لك روايه عائشه مع الاسود بن يزيد النخعي، مو مشكله. تفضل. انا اول مره يفتح معي الخط وكذا. تفضل. زين يا الغالي يا اخي العزيز، كلنا اخوه في الاسلام ان شاء الله. ربما يعني أنت يعني تشكك في أن عائشة هذا الرجل يعني كان معها شيء من الرفث معه أو كذا. أنا أقول لك وأنت دائما أنا أسمعك أسمعك الخبر تقول إنه هل نزل في غرفة، هل نزل في هذا، هو بالطبع إنه نزل في مكان يعني يخلو من الشبهة. هذا اللي أنا أشوفك ساكت. وين هذا المكان اللي يخلو بالشبهة من الشبهة؟ وين يصير؟ يعني ربما في غرفة مجاورة. في غرفة مجاورة. أيوة. وأصبح مجنم. يعني سبحان الله يا شيخ. يعني بس سؤال يا الغالي. بالنسبة يعني هو ربما يعني حصلت معه ظرف غير على أنه جاي من السفر، حتى أحيانا قيل لك أحيانا الشخص من كثرة التعب يعني طبيا طبيا حتى الناس اللي يعانوا في المستشفيات بعضهم اللي يكون عندهم مثلا شو اقول لك مثلا عندهم عمليات صعبه وكذا قال لك يحتلم احيانا من التعب، يحتلم احيانا من التعب. فربما هذا الرجل جاي متعب ومن كثره التعب اللي يعني قد لاقاه مشقه السفر وكذا فاحتلم. شنو سوى؟ انت معي يعني؟ اي نعم انا معك، استمع لك بكل انصاف. انا والله من التليفون ما اشوفك الحين. نعم نعم. مش يعني مش ما عندي. طيب شنو سوى؟ نعم. لما احتلم شنو سوى؟ احتلم ولما حصل المني على ملابسه ضرب وقصرها. قصر. رايته عائشه. نعم. ماذا يفعل؟ رايته عائشه ف قالت يعني ما كان بشوك أن تفركه وقد كان رسول الله كذا في معنى الحديث. دقيقة، لم أسألك ما قالت عائشة، رأته عائشة ما يفعل؟ رأته يغسل. يغسل؟ نعم.
يغسل ماذا؟ يغسل المن. يغسل المن. شوي ارفع صوتك لو سمحت. قرب المايك. قرب المايك. يغسل المني. يغسل المني نعم. هو كان في غرفة مجاورة وأصبح مجنب وراح يغسل المني. نعم. وعائشة رأته يغسل. يغسل. كيف علمت أنه يغسل المني؟ بالنسبة ربما أنا هذا أنا الآن يعني اجتهاد مني، ربما أنه البيوت القديمة يعني خرجت قرأت من بعيد يعني أنه يغسل، فتريد أن تعرف بحكم أنها صاحبة البيت وصاحبة الشان يعني قربت قليلا فسألته ربما. ربما نعم. يعني هذا البيت كان شير، هذا مشترك. لا يعني ربما يعني الصالة كذا وقرفة المجاورة يعني خرجت، انت تعرف البيوت زمان قديمة بيوت صغيرة الحجم يعني المتاحة. يعني يعني استقبال الضيف كان في بيت عائشة الشخصي. لا 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 مش الشخصي، في بيت بيكون مثل بيت كبير يعني بيت يعني يبقى هو هذا بيته يعني يعني هذا بيته يعني مو بيت ثاني، ما عنده بيت للضيوف. ايوه طيب لا بس لكن هو جلس في غرفه مجاوره يعني يعني دش في بيتها في غرفه مجاوره. يعني ما الاشكال في هذا؟ هذا اشكال جديد انا الان راح اطرحه اول مره، تدري راح اطرح عليك اشكال اول مره اطرحه. طرحه هذا يعتبر خلوه. هذه خلوه. هذه خلوه. هذا خلوه. اي نعم. هي اصلا الناس اللي يجون في اماكن يعني البيت نفسه لكن يباتون مثل الثانيين الاسود والجماعه اللي كانوا يتعلمون من عندها. ما هو انت الان ارتكبت كارثه، قلت بيت عائشه نام، هذه كارثه، بيت مره وحدها عائشه بيه، شنو الطبب رجل؟ لا لا يا شيخ، لا لا يا شيخ امير، انا ما اقصد انه في بيتها في غرفتها في مكتبها. لا لا مو غرفتها. لا 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 احنا ما نقول غرفتها، احنا نقول بيتها بس غرفة مجاورة. يعني المطبخ مشترك والحمام مشترك. تمام. هذه كارثة. تضحك انت تضحك. لا 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 انا اللي قبلي الاخوه اللي قبلي كانوا يقولون نفس الكلام يعني يقولون في البيت.